ضمن وجودها من بين أوائل الدول لاحتياط الغاز في العالم. الغاز القطري مصدر ثلث طاقة الإمارات ومصدر لتفادي أزمة الكهرباء في الكويت. بات الغاز القطري المسال محط سباق عالمي للحصول عليه، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وفرض عقوبات غربية على صادرات موسكو من الطاقة، إذ إن الحصول على الغاز القطري لا يقتصر على دول آسيا وأوروبا فقط، بل يشكل مصدراً رئيسي للطاقة في دول خارجية مجاورة مثل الإمارات والكويت. ومع نهاية عام 2023 بلغت صادرات قطر من الغاز 78.2 مليون طن وفقاً لبيانات التقرير السنوي للاتحاد الدولي للغاز. وفي إطار الجهود الرامية نحو التطور، تعمل الدوحة على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال تطوير حقل الشمال بنسبة 85% حتى عام 2030، وصولاً إلى 142 مليون طن سنوياً. وأظهر التقرير استحواذ قارة آسيا على نحو 70% من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، حيث جاءت الصين في مقدمة دول القارة بـ 16.8 مليون طن، ثم الهند بـ 10.9 ملايين طن. وفي خطوة حديثة ضمن التنافس الدولي على غاز قطر، وبمحاولة جادة لإنهاء أزمة الكهرباء التي باتت تؤرق الكويتيين، وقع رئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة الشيخ نواف السعود الصباح، والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي، اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال للكويت بدءا من عام 2025 وبنحو 3 ملايين طن سنويا لمدة 15 عاما. تحاول الكويت من خلال هذه الاتفاقية تعزيز اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة، خصوصا في الصيف مع الارتفاع الشديد في استهلاك الطاقة، حيث واجهت مؤخرا موجتين من انقطاعات التيار الكهربائي. والصفقة الجديدة تعني أن الإمدادات القطرية إلى الكويت ستبلغ 6 ملايين طن سنويا، وبذلك تكون الدولة قادرة على تجاوز أزمة نقص الطاقة. ليست الكويت وحدها من يعتمد على غاز قطر لتوليد الطاقة، فالإمارات تحصل على 30% من طاقتها من خلال الغاز القطري. وبحسب البيانات القطرية فإن الدوحة ترسل نحو ملياري قدم مكعب من الغاز يومياً عبر خط أنابيب بحري يبلغ طوله 364 كيلومتراً، وتبلغ حصة حكومة أبوظبي في ملكية خط دولفين 51%، في حين تتقاسم كل من شركتي أوكسيدونتال الأمريكية وتوتال الفرنسية الحصة الباقية. ويستخدم هذا الغاز القطري في تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء بالإمارات، خاصة في أبوظبي وإمارة دبي ومحطات تحلية مياه البحر. يذكر أن الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية كانت في السابق تمثل السوق الرئيسي للغاز القطري، غير أن الدول الأوروبية الساعية لوقف أي اعتماد على روسيا في قطاع الطاقة زادت الطلب عليه بعد حرب موسكو ضد أوكرانيا في العام 2022.